أكيد أننا اليوم نعيش حدث خاص وهو تعيين من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية لمجموعة من المسؤولين القضائيين البالغ عددهم 32 مسؤول بينهم قاضيتين، وحقيقة نشعر بسعادة وبفخر واعتزاز، ونحن نحظى بالثقة المولوية الغالية للعمل في هذه المناصب. حقيقة كما جاء في كلمة السيد الرئيس المنتدب أو كلمة السيد رئيس النيابة العامة على أن المسؤولية ليست امتياز بقدر ما هي تكليف وتقرب وتقريب العدالة من المواطنين حتى يعيش المواطن المغربي ويتحقق الأمن القضائي لديه. نتمنى إن شاء الله أن نكون عند حسن القاضي الأول صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، وأيضا المواطن المغربي إن شاء الله. رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير، أنا سعيد بالحضور في هذا الحفل المنظم في بهو هذه المحكمة، هذا الصرح القضائي الكبير بمناسبة تعييني كرئيس للمحكمة الابتدائية بأكادير. أنا سعيد بالثقة المولوية، أتمنى من العلي القدير أن وفق في هذه المهمة الصعبة، وهو في حقيقة تشريف وتكليف قبل أن يكون تشريف. أتمنى أن أكون عند حسن ظن القاضي الأول، وأن أسعى وأبذل المجهود في تحقيق الأمن القضائي وخدمة أستاذ أحمد الزعلامي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب. أنا جد سعيد بهذا الشريف وبهذا اللي في نفس الوقت هو تكليف وتجديد الثقة المولوية الكريمة في هذا العبد الضعيف، على أساس أنه سبق أن عملت وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، والآن سأباشر مهامي بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، وأنا مستعد لتنزيل للمساهمة في تنزيل جميع المقتضيات المتعلقة بإنجاح هذا الورش الإصلاحي للقضاء ليكون في خدمة المتقاضي، وأن نكون عند حسن ظن القاضي الأول جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وشكرا. لا تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.